والحقيقة العالم كله بيتابع أصداء الكوارث الطبيعية اللي بنعيشها، الكارثة الإنسانية اللي ضربت ليبيا شقيقة وتسببت في انهيار سدين في مدينة درنا، اللي ربع المدينة تقريبا اختفى على حسب الصور اللي خرجت عن الأقمار الصناعية النهاردة، ونتج عن ده آلاف من الضحايا والمفقودين، لأنه زي ما بقول لحضراتكم تلت المدينة تقريبا بقى في مياه البحر المتوسط. من ساعات قليلة كمان أعلن الهلال الأحمر الليبي عن أرقام مفزعة الحقيقة بخصوص أعداد الضحايا اللي ارتفعت ووصلت ل 11 ألف ضحية وقتيل جراء هذه الفيضانات، بالإضافة ل 20 ألف مفقود. الهلال الأحمر الليبي في بيانه قال إن السلطات عثرت تقريبا على 2000 جثة أخذتها السيول للبحر. كارثة بكل المقاييس وتداعياتها كبيرة جدا، ومشهد صعب ومعقد في ليبيا الشقيقة. وتتحدث اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها عن أنه كمان هم قلقانين بسبب مخلفات المتفجرات اللي موجودة في مدينة درنا جراء الحرب. قالت أنه هذه المتفجرات حية وانجرفت مع السيول لمناطق متفرقة في المدينة، فعلشان كده عندهم تخوف من هذه المتفجرات، وطلبوا رجال الإنقاذ اللي بالتأكيد بيعملوا تحت ظروف صعبة ومعقدة والناس اللي موجودة هناك في هذه الكارثة الحقيقة أنهم يكونوا على حذر شديد مع وجود هذه المتفجرات اللي ممكن لا قدر الله تزيد الوضع سوء. على صعيد آخر، وزي ما حضراتكم متابعين وعارفين، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه القوات المسلحة بإرسال كل المساعدات والقوافل الإغاثية لليبيا الشقيقة، وده تم بالفور بتحرك لحاملة الطائرات مسترال إلى السواحل الليبية للمشاركة والعمل في جهود الإنقاذ والإغاثة هناك. دلوقتي معانا على التليفون دكتور أسامة علي، المتحدث باسم هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وطبعا خالص تعازينا لأهلنا في ليبيا، ولو حضرتك تطلعنا على الوضع الآن وكيف تعمل طواقم الطوارئ والإنقاذ والإسعاف تحت هذه الظروف الصعبة وفي هذا المشهد المعقد. بداية العزاء واحد، فالعزاء لنا ولكم، فلا ننسى أن لدينا ضحايا حتى من الجنسية المصرية في هذه الكارثة، كذلك من الجنسية الفلسطينية والسورية، فعزاؤنا واحد، فعزاؤنا عزاء العرب، جمعتهم القلوب لكن فرقتهم الحدود صراحة. صحيح. نعم. دكتور، العوائق اللي بتعملوا تحتها في هذه الظروف الصعبة وهذا المشهد المعقد في ليبيا، عوائق عمليات الإنقاذ والإسعاف. والله حاليا العوائق، لا يوجد عوائق، لأن كل الإمكانيات تم تسخيرها. صراحة مشكورة مصر، مشكورة تونس، مشكورة الجزائر، مشكورة تركيا، مشكورين كل الدول اللي ساهمت في هذا الموضوع. العوائق حاليا لا توجد عوائق، العمل اصبح سلس اكثر، سرعه اكثر في الانجاز، مع ما عارض حتى وجود احصائيه رسميه اليوم هو كثره الفرق التي تقوم بعمليات الانتشال والبحث عن المفقودين في المناطق المتضرره داخل المدينه، اللي يقع النطاق بتاعها يعني حوالي 10 كيلو متر مربع بالنسبه لمنطقه البحث. هذا ليس برقم هين يعني. صحيح. لتقوم بعمليه ارقام مفزعه يا دكتور، يعني اكيد اكيد جهود الانقاذ جهود كبيره وجهود حثيثه. لو كنت معي لكنت لا تريدين ان تصدقي الارقام، فدعي الارقام ارقاما حتى تنتهي الاحداث لكي نعرف الرقم وناخذ صدمه واحده وليست اكثر من صدمه. حديثك بيوحي بان الارقام تتزايد يا دكتور. الارقام اكيد من الطبيعي حيكون فيه ازدياد في اي رقم بينحط، لان طالما في عمليات بحث معناها ما زال في ارقام حديثه، لكن ارقام حقيقيه موجوده على ارض الواقع الى حد الان لم يتم الاعلان عنها، وذلك للقصور يعني في وجود لجنه لحصر الضحايا، وهذا خلل كبير يعني في الاليه الخاصه بالبحث عن الضحايا صراحه من لجنه الازمه، وهذا امر واضح. لكن عندما نتحدث عن ارقام، لا نتحدث عن ارقام دقيقه، لذلك انا شخصيا اعترض عن التصريح باي رقم، خصوصا ظروف البحث الان. انا الفرق متوزعه في نطاق 10 كيلو متر مربع، عليك بجمع الجثامين في مكان واحد، عليك بالتعرف على من يتم التعرف عليهم، عليك باعلان ان عدد كذا مجهول، عليك بمطالبه من لديهم ذوي واقارب مفقودين بالحضور لياخذ عينات دي ان اي، وكذلك اعاده توزيعها من جديد. هذه هي الاليه السليمه لعمل في الطوارئ. لكن الان مع هول الكارثه، وليبيا ليست ارض للكوارث ولم تتعرض لمثل هذه الكارثه من قبل، فلذلك هذا ما حدث يعني.
صحيح، يعني المفاجأة أيضا زادت الوضع أزمة وزادت الكارثة. يعني دكتور، عايز أسأل حضرتك كمان عن حال المستشفيات الميدانية، لأنه نتحدث هنا عن آمال في الإنقاذ والناجين من هذه الكارثة. المستشفيات الميدانية موجودة، المستشفيات الميدانية أكثر من 6 مستشفيات ميدانية، فرق الإسعاف سواء من الإسعاف والطوارئ أو من الأجهزة المساندة لفرق الإسعاف والطوارئ أيضا موجودة، فرق إغاثة موجودة. الوضع يعني أفضل بكثير، يعني حتى المدن التي لم نتمكن من الدخول إليها فيما هم سبق مثل المخيلي، مثل الوردية، مثل عفوا البياضة، هذه كلها مدن تم مسحها. يعني صراحة تحية لجهاز إسعاف الطائر الليبي اللي اليوم تمكن من إحضار مروحيتين قصيرة المدى لمسح المنطقة اللي بعد درنا، يعني في مناطق أخرى غير درنا متضررة فتم مسح المنطقة بالكامل. أرسل جهاز إسعاف الطائر طبعا أيضا فرق راجلة للبحث في الوديان القريبة عن أي مفقودين داخل هذه الوديان. نعم، هل هناك حديث عن أمل في أعداد للناجين يا دكتور مع كل هذه العمليات؟ الأمل يتجدد مع كل بحث، فأكيد أن البحوث اللي حنقوم بها ويقوم بها الفرق المساندة من كافة الدول لن تتوقف في نهاية الأمر، يعني وفي عجالة لو سمحت. دكتور أسامة، كمان عايز أسأل حضرتك عن التصريح الخاص بمنظمة الصليب الأحمر عن يعني احتمالية وجود متفجرات حية داخل هذه الأماكن، كيف تتعاملون مع هذا؟ لا لا لا، هذا؟ صدقيني أن مثل هذه المواضيع لا يمكن الحديث عنها، فمن لا يعرف طبيعة الناس لا يمكن أن يكون هناك من متفجرات حية داخل المنازل، داخل هذه المنازل. نعم أسمعك. مخلفات من بقايا الحرب يا دكتور أسامة. Yes, I hear you. اوكي، المخلفات هذه مواضيع يعني سابق الاوان الحديث عنها. نتمنى ان يتم تاجيل مثل هذا الحوار ولا يتم ابزاع الفرق العامله. طبعا يعني بنتمنى السلامه لاهلنا في ليبيا وقلوبنا كمصريين كلها في ليبيا، وزي ما حضرتك قلت يعني عزائنا واحد، ويعني ربنا ان شاء الله يكون معاكم وكل هذه الجهود اللي تقوم بها فرق الانقاذ والبحث ان شاء الله تكلل يعني عدد من الناجين. هو ده املنا في الوصول لعدد من الناجين من هذه الكارثه الانسانيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اسامه علي، المتحدث باسم هيئه الطوارئ والاسعاف الليبيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.